اهلا بيكم في فلوج عربيات جديد. النهارده معايا عربيه اودي كيو 2 هسافر بيها اسكندريه نجربها عشان يعني هنقابل ناس وقصه كده طويله هحكي لكم عليها. ترند الكروس اوفر بقى منتشر بشكل عنيف، كل الناس بلا استثناء نفسها تركب عربيات كروس اوفر، وده بالتالي خلى كل الشركات تعمل عربيات كروس اوفر واس يو في كل الفئات اللي هي بتقدمها. عندكم مثلا شركه زي شركه اودي، زمان كان عندهم الكيو 7 بس اللي هي الفور باي فور الفيل اللي بتمشي الضخمه دي، دلوقتي بقى عندهم كيو 8 وهينزلوا كيو 6 وعندهم كيو 5 وهينزلوا كيو 4 وعندهم كيو 3 وعندهم كيو 2، ودي بقى اللي هي البيبي بتاعتهم اللي هي اخر العنقود الصغنونه خالص. النهارده يومنا بيبتدي في الفلوج بتاع العربيات بالعربيه الاودي الكيو 2، اصغر عربيه كروس اوفر شركه اودي بتقدمها. ايه اللي بيميز العربيه دي في السوق المصري بالذات؟ هي انها ارخص عربيه كروس اوفر متقدمه من الثلاثه الكبار اللي هم بي ام دبليو، مرسيدس، اودي. دي ارخص عربيه كروس اوفر ممكن تدفع فيها فلوس وتقتنيها او تجيبها، ودي حاجه مش قليله. هنتكلم عن تفاصيل الموضوع ده النهارده. انا بعمل ايه النهارده بالعربيه دي؟ انا دلوقتي متجه على اسكندريه، وده لكذا سبب. اول حاجه عشان نجرب العربيه على الطريق، مش لازم كل مره نبقى في التجمع قاعدين بنلفلف. الحاجه الثانيه ان في ناس كتيره جدا بتبعت لي دايما من اسكندريه ان انا ليه ما بجيش، ليه ما نعملش حاجه هناك، فعملت كده مخصوص عشان اقابل كل الناس اللي في اسكندريه نجرب العربيه مع بعض. والحاجه الثالثه والاهم ان هم بيعملوا عندهم في اسكندريه زلابيه بالوايت شوكليت يعني عالميه، فده من الاهداف الاساسيه للفلوج النهارده، ان احنا بعد ما نخلص تصوير في زلابيا بالوايت شوكليت هتتضرب على البحر كله. زي ما قلنا في بدايه الفيديو، الفئه بتاعت الكروس اوفر دي بقت فيها منافسه عنيفه جدا ما بين كل شركات العربيات، وكل حد بيقدم شكل مختلف وحاجات مختلفه. الكيو 2 بقى تعتبر البيبي كروس اوفر بتاعت شركه اودي، قدموها سنه 2016 في معرض جنيفا. العربيه تعتبر اصغر من الكيو 3 بس هما تقريبا نفس قاعده العجلات. لو هنتكلم عن تصميم العربيه من بره، هي بوكسي ديزاين شويه لكن فيها خطوط حاده كده في الرفارف، في شكل العربيه في المجمل مخليها شكلها مميز شويه. من جوه تصميم العربيه مينيمال جدا، بس دي اتجاه من اتجاهات شركه اودي في تصميم الانتيريورز بتاعتها. لما تيجي تبص على التابلو كده تحس ان هو سيمبل بزياده، بس الميزه فيه ان الكواليتي غير طبيعيه. من الحاجات دايما اللي بتميز شركه اودي يعني عامه، التقفيل بتاعها، الكواليتي بتاعها، كل الكلام ده محترم جدا. اي نعم احنا في بدايه الفيديو لسه، لكن في حاجه انا مش قادر استنى ان انا اتكلم معاكم عليها، وهي موتور العربيه، لان ناس كتير كان عندها تحفظ من الموتور ده، لكن انا عايز اتكلم معاكم عليه على قد ايه هو مبهر ويعني فظيع الصراحه. الاودي الكيو 2 زمان اول ما نزلت مصر كانت بتنزل بموتور 1400 سي سي، وبعد كده اودي طرحوها في السوق بموتور 1000 سي سي 3 سلندر تربو 115 حصان و200 نيوتن متر تور. ناس كده كان عندها تحفظ على الموتور ده، قال لك ايه ده ومش عارف ايه وبتاع، بس ده ساعد اودي ان هم ينزلوا من سعر العربيه 100000 جنيه. العربيه الاول كانت يمكن ب 625000 جنيه، دلوقتي بقت بتبدا من 525000 جنيه بسبب الموتور 1000 سي سي ده. ناس كده كانت قلقانه ان الموتور ده ممكن يكون اداؤه مش جامد، هيبقى اضعف من 1400، بس خليني اقول لكم انا جربت الموتور ده في الاي 3 وبجربه دلوقتي اهو في الكيو 2، الموتور عالمي فوق ما تتخيلوا، يمكن احسن موتور صغير ركبته في حياتي. الاداء بتاعه ما تصدقش ان هو بيطلع 115 حصان، ما تصدقش انه 1000 سي سي، ما تصدقش ان الموتور ده 3 سلندر على مدار الرينج بتاع الار بي ام كله، دايما عندك قوه متاحه تحت رجليك. والموتور ده طبعا مع اداء الفتيس بتاع العربيه اللي هو الاسترونيك، الفتيس ده دبل كلتش 7 نقلات، سريع جدا، رياضي بشكل كبير جدا، الكومبينيشن دي مع بعضيها مخليها العربيه ادائها مبهر، بتجيب ال 160 وال 180 كده وانت مش حاسس. حاول اسمعك صوتها، معرفش الصوت وصل لكم ولا لا، بس العربيه تحسها صوتها 6 سلندر صغير. عشان بس اسمعك الصوت، احنا دلوقتي بقينا ماشيين 160، لا شديده يعني موتور شديد. اللذيذ بقى ان على الرغم ان الموتور ده بيديك اداء وبرفورمانس مبهر زي ما انا بقول لكم كده، الا ان كمان استهلاك البنزين بتاعه من احسن العربيات اللي انا جربتها في الحته دي. العربيه دي بتنزل بتانك 50 لتر، واستهلاك المتوسط بتاعها بتتكلم في 4.2 لتر كل 100 كيلو، والعربيه بتستخدم بنزين 95 ما تحطلهاش 92 ارجوكم، عشان ده بيأثر اكيد على حاجات كتيره جدا. انا جربت الاستهلاك ان انا احاول ان انا اسوق العربيه بشكل ايكونوميكال وبشكل ممل تقدروا تقولوا، يعني العربيه قادره، الكلام ده على مسؤوليتي بس بسواقه معينه مش بسواقه يعني فيها استعباط، ان هي تمشي او تكسر 1000 كيلو رينج على التانك الواحد، ودي حاجه جميله قوي قوي كاستهلاك بنزين
في العربيه الكيو 2. ضيف بقى على البرفورمانس وعلى الاداء وعلى استهلاك البنزين المنخفض قوي ده الركوبه نفسها بقى، تحس ان انت راكب الاودي اللي هم جايين عليها في حتت معينه عشان يوصلوا لسعرها ده. العربيه ركوبتها محترمه جدا، الكواليتي بتاعت العفشه غير طبيعيه، عزل الصوت، احنا ماشيين على 120 على طريق مصر اسكندريه، العربيات اللي بتعدي من جنبك ما بتحسش ان في حاجه بتعدي من جنبك غير لما تشوفها. وبعدين الكواليتي بتاعت التقفيل نفسها، كل الزراير لما تدوس عليها تحس ان انت مستمتع ان انت بتدوس على الزرار، صوت الكليكه بتاعت الزرار، في زرار واحد رخيص. حتى اودي ما استخسروش مثلا في نور الصالون نفسه، عملوه تاتش بال اي ديز كده، تلمس بس الازاز بتاعه يشتغل. فالعربيه كاحساس كواليتي من جوه ما فيهاش اي استخسار خالص. طبعا في شويه هارد بلاستيك في حتت معينه ودي حاجه طبيعيه، لكن اوفرول انت مبسوط من الكواليتي، انت حاسس انك قاعد في حاجه غاليه، على الرغم ان دي اقل عربيه سعرا في الثري بريميوم براندز بي ام دبليو مرسيدس وطبعا اودي. بعدين العربية في السواقة اليومية بتخليك تعمل كل حاجة بسلاسة رهيبة، سحب الموتور والعزم بتاعه مع سرعة نقلات الفتيس، العزل الصوتي بتخلي العربية تعمل كل حاجة بطريقة سموث جدا، وده مريح نفسيا في سواقتها كل يوم. عايز منها جري بتديك، عايز منها راحة بتديك، جري وراحة. والهاندلنج بتاعها كمان كعربيه كروس اوفر عاليه يمكن ما يبقاش احلى حاجه مقارنه بالاودي A3 اللي هي اوطى منها وبتشارك معاها نفس الشاسيه، فيها شويه بادي رول، لكن ده بالنسبه للناس المتخلفه عقليا زي حالاتنا، يعني المشي العادي وفي الملفات اللي هي على سرعات نسبيا عاليه العربيه ماسكه نفسها بشكل كويس جدا. الكيو 2 اودي بيقدموها في مصر بفئتين، فئه اسمها بي 1 وفئه اسمها بي 2. بي 1 دي 525,000 جنيه وفيها اغلب الحاجات الستاندرد، الحاجات اللي انت متوقع ان هي موجوده، يعني ما تحتاجش انت تدفع لها اكسترا. الفئه الثانيه هي اللي احنا فيها دي سعرها 625,000 جنيه، فرق 100,000 ما بين الفئتين. ايه الفروقات؟ بينزل فيها جنط 17 بدل 16، فتحه سقف، رير كاميرا عشان تشوف وانت بتركن بدل ما تخيش، لامبر سبورت في الكراسي عشان العصعوصه، بينزل فيها حاجه اسمها اودي درايف سيلكت، وده بيخليك تختار ما بين اربعه مودز مختلفين للسواقه، كومفورت اوتو ودايناميك وانديفيديوال، بينزل فيها برده فرش جلد، وبينزل فيها فوانيس ال اي دي ورا وقدام، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا في الفئه البي 2، لان من غير الفوانيس دي العربيه من بره بيبقى شكلها ايه مع الجنط 16، يعني حزين كده شويه، المنظر من بره بتاع العربيه بيختلف يعني. طيب ايه عيوب الكيو 2 بقى؟ مبدئيا اول حاجه من وجهه نظري ان العربيه مش كبيره من جوه، يعني العربيه مش عمليه، مثلا الكنبه ورا مش ضيقه قوي بس نفس الوقت مش واسعه قوي، تقدرش تعتمد عليها كعربيه تقيله جدا. الحاجه الثانيه بقى هي مخاوف الناس من التوكيل ومن قطع الغيار، ومن اهم حاجه الفتيس الدي اس جي اللي هو الناس كلها بالنسبه لها بعبع. انا هقول لكم الكلام اللي عندي او اللي اتقال لي. مبدئيا العربيه دي الفتيس الدي اس جي بتاعها اللي هو دراي كلتش، اللي الناس بتخاف منه ان هو يعني اعتماديته مش قويه قوي، ومع الوقت بيبقى هو في قطعه استهلاكيه بتبوظ، وبالتالي الناس بتضطر تدفع ارقام عشان تصلحه. اودي علشان يعالجوا مخاوف الناس من موضوع الفتيس الدي اس جي ده بقوا يقدموا ضمان 5 سنين بدون حد ادنى للكيلومترات على الفتيس، بحيث ان لو حصل له اي حاجه في خلال 5 سنين اودي متكفله بيه علشان الناس تبقى مش قلقانه. الحاجه الثانيه الناس بتقلق منها هي توفر قطع الغيار، دي حاجه برده من المشاكل اللي كانت بتواجه ساعات اودي الفتيس او اي حاجه تحصل في العربيه، العربيه ممكن تتركن فتره طويله علشان قطع الغيار مش متوفره ومستنيين ان هي تيجي من بره. الناس في شركه اودي صراحه قالوا لي ان في حاله من التحسن كبيره جدا بتحصل، وهم دلوقتي عندهم 95% من حاجه العربيه، ايفن حتى البادي بانلز من بره البيبان والكلام ده بقت موجوده ومتوفره، عشان يعالجوا المشكله دي ويعالجوا حته ان الناس تبقى قلقانه من الموضوع ده. الحاجه الثالثه هي الناس طبعا بتبقى قلقانه من الرننج كوست، ودي حاجه الناس حقها تقلق منها، بس هو في النهايه اودي او بي ام دبليو او براندز البريميوم عامه الرننج كوست بتاعهم دايما هيبقى اغلى شويه من العربيات اللي زي السيات زي البي دبليو زي الحاجات، طبعا غير بقى كمان ناهيك عن الكوري والكلام ده كله. فمحدش يفتكر علشان العربيه دي مثلا سعرها قريب من عربيه زي كيا سبورتج او عربيات كوري او ياباني او وات ايفر ان المفروض الرن كوست بتاعها هيبقى قليل، لا انت تتوقع ان هو هيبقى اغلى، ودي من الحاجات او دي من العيوب اللي ممكن تبقى انت قلقان منها في فكره امتلاكك للاودي الكيو. طيب عربيه زي الكيو 2 دي مكانها فين قصاد المنافسين؟ دي بقى مشكله، لان دلوقتي من كتر ما الشركات بتقدم فئات مختلفه كتير جدا من كروس اوفر انت ما بقتش عارف مين بينافس مين ومين المفروض يتنافس مع مين. انت ممكن تتكلم ان العربيه دي بتنافس الاكس 1 والاكس 2 المرسيدس جي ال اي، في ريفيوز بره خلوا العربيه دي تتنافس مع عربيه زي الجاكور الاي بيس اللي هي مثلا عربيه بمليون جنيه تقريبا، لكن هو الميزه زي ما قلت لكم اللي بتميز الكيو 2 عن بقيه منافسينها ان هي اقل عربيه سعرا في الثري بريميوم براندز اللي بتقدمه في مصر، بي ام دبليو مرسيدس واودي. العربيه زي ما قلت لكم 525,000 جنيه و625
25000 جنيه للفئه الثانيه. لما تيجي تقارنها بعربيات ثانيه في المنافسين زي مثلا الاكس 1 ب 735000 جنيه تقريبا، الاكس 2 ب 675، المرسيدس جي ال اي ب 705000. فالعربيه الكيو 2 متقدمه بسعر مغري، بس برضه هو مغري لغايه ما تبدا تشوف اسعار العربيات اللي بتنافسها من شركات ثانيه بره البريميوم زي السيات اتيكا مثلا، تلعب ما بين ال 400 و 500، ولو جبت واحده ب 500 هتجيب عربيه بتقول بابا وماما، يعني ما ينفعش تقارنها بالاوبشن اللي بتقدمها هنا. وطبعا كمان ناهيك عن المساحات، عربيه ثانيه برضه زي الفولكس فاجن تيجوان اللي هي برضه جايه تعتبر من نفس الشركه، اكبر في الحجم واكتر هتلاقيها في الاوبشنز وهتبقى عمليه اكتر، بس في نفس الوقت سعرها نفس سعر الاودي. فهي دي اللخبطه في كده، الكيو 2 بتنافس مع كل الحاجات دي. يمكن هي عشان شكلها صغير شويه فالناس ساعات بتبقى حاسه ان هي فيها اقل، لكن لا، وسعرها مساعدها جدا كعربيه اودي. وافتكر كويس جدا احنا بنتكلم عن عربيه اودي مش عن عربيه عاديه، ان هي تبقى محطوطه في برايس رينج او في ماركت سيجمنت حلو يعني. لكن انا في النهايه ما زلت عند رايي العربيه دي بيور اودي، انت قاعد في حاجه فعلا بريميوم. شكل العربيه من بره ملفت، بتحس ان انت عندك ستيتمنت وانت سايق كده، الناس بتبص عليك عارفه ان انت راكب عربيه اودي، وعربيه اودي شكلها صايع مش عربيه اودي ممله يعني. اللي مميزها جدا زي ما قلت لكم هو تجربه السواقه وبالذات الموتور. ناس كتيره جدا ركبت معايا بيحسوا لا ايه ده ايه ده ايه ده ازاي الموتور ده 1000 سي 3 سلندر. ودي الحاجه اللي انا متحمس ان انا اعملها مع شباب اسكندريه اللي هم مستنيني هناك دلوقتي اروح لهم، وانا عارف ان انا اتاخرت عليهم غالبا. حاجه زباله، مواعيد زباله، ويعني وفلوجر زباله حقيقي. داخل اخيرا على المنتزه اهو خلاص، انا متخيل ان الناس اللي قاعده مستنيه دي هتلطش لي اول ما تشوفني من كتر التاخير، بس خلاص وصلت اخيرا. ايوه بقى حمل بقى حمل العربيه دي النهارده هتشتغل ايه اجره. اخبار الوسع ايه يا جدعان؟ دي بس اللي في النص ده راشد. انا قلت كده بقى. عايز اقول لك الموتور احسن موتور صغير ركبته في حياتي يعني، وصوتها حلو. صوتها حلو جدا. 1000 سي 115 حصان بالظبط، بس اداء بقى ايه عالمي. ما اسمهمش شاطر استجابه العربيه. استجابه العربيه حلوه وصوتها جميل كمان. تحفه. اه فرامل جامد بقى. لا نجربها بقى. حد كمان جاي؟ العربية فاضية ورا. مش ملاحظين ان صوت الحزام عامل زي صوت العناية المركزة؟ ايوه هي دي الكام بالظبط؟ 625 وفي فئة أقل منها ب 525. اللقطة إن أنت تقرر ما بين إن أنت تركب دي ممكن بتمنى تجيب حاجة زي مثلا أتيكا براند أقل بس أوبشنز أكتر، وفاهم أنت؟ العزلة حلوة. العزلة أه جامد ها؟ أنا معايا فيرنا فحاسس بالموضوع. بس اسكندرية والله دبركم والله العظيم. عاش. أيوه أكيد. عاش. هي حلاوتها كمان ان هي العربيه مش عاليه قوي، فهي ثابته ماسكه نفسها حرفيا قريبه من الارض. 260 انا جبت بيها 200 بس كانت لذيذه. اه لا لا جدا بتجيب ال 160 كده، اما تجيبها انت مش حاسس. الحاجه دي بتصور يا وكيل؟ ايوه. يعني صورتنا؟ ايوه طبعا. امال انا جاي كل ده ليه؟ يعني هتطلع الفيديو يا وكيل؟ يا عم طيب في النهايه لو هختم كلامي عن العربيه الكيو 2، سؤال الناس كلها هتساله، العربيه دي تشتريها ولا تشتري حاجه ارخص منها او بتمنها بس اكبر وفيها اوبشنز اكتر، حاجه مش من البريميوم براندز؟ دي حاجه ترجع لك انت القرار. في نوعين من الناس، في نوع بيبقى عايز الفلوس اللي دافعها ياخد منها احسن باكج ممكنه، وده النوع ده غالبا هيروح لسكه انه يجيب عربيه اوسع في المساحه اكتر في الاوبشنز بس اقل في البراند. وفي حد تاني بيبقى بيحب قوي ان هو يبقى عامل ستيتمنت راكب العربيه وهو بيقول انا راكب اودي، انا راكب بي ام دبليو، انا راكب مرسيدس، العربيه دي بتقدر توفر له ده بسعر مفيش حد من البراندين التانيين بيقدر يوفره. وخلينا متفقين اودي انت راكب حاجه بريميوم جدا، وحاسس ده كمان مش مجرد واخد عربيه عليها البادج بتاع اودي لكن انت حاسس كركوبه ان هي زيها زي غيرها، لا هي العربيه فعلا بريميوم في كل حاجه، كواليتي، التقفيل، دوست الزرار اللي بتدوس عليها، استجابه الموتور، كل حاجه حاسس ان هي متعوب فيها ومعموله بحرص وبعنايه يعني. دي حاجه محدش يقدر ينكرها. دي حاجة أنا ما أقدرش أنكرها، وأي حد هيحاول يأوحك ويقول لك مثلا إيه ليه أدفع الفلوس دي كلها ما أنا عندي العربيات دي أحسن وبتاع، هو عنده وجهة نظر، بس في النهاية العربية دي زي ما قلت لكم هتبقى موجهة أكتر للي عايز يركب براند، اللي عايز يركب أودي، دي حاجة بتفرق جدا مع ناس كتير، أنا حسيت بيها في خلال ال 10 أيام اللي أنا قعدت بيهم مع العربية، وأنت داخل أي مكان وأنت رايح أي حتة وأنت ماشي في وسط العربيات بتحس بإيمج كده مختلف، دي حاجة الأودي كيو 2 بتعرف تقدمها كويس على الرغم من هي البيز موديل بتاع أودي في السيريز بتاعت العربيات الكيو.
شكرا لكل الناس اللي تابعت الفلوج، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا فولو على الانستجرام عشان تشوفوا كل الفلوجات بتحصل امتى عشان تقدروا تحضروها معايا. ودايما بسمع اليوتيوبرز بيقولوا ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه عشان يجي لكم كل التفاصيل، ففعلوا جرس التنبيه. انا ما اعرفش هو جرس التنبيه ده فين، بس دوروا عليه وفعلوه عشان يعني عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. واعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، واعملوا لايك على الفيسبوك، واعملوا ضغط والعبوا جيم، يعني مش عارف اقول لكم ايه. المهم يعني تابعوني على طول عشان تبقوا معايا في الفلوجات الجايه ان شاء الله، واشوفكم في فلوج جاي مع عربيه جديده ان شاء الله، مش عارف هي هتبقى ايه الصراحه.